كان يحدثني إني كلما رأيت شاباً مستقيماً أقول له أبشر لا تخاف، ثق بالله عز وجل. وأنا أقول لكم أيها الشباب المستقيم منكم فلنبشره بحياة طيبة. الآية: من عمل صالحاً، كلمة واسعة كثير. بزواجه كان صالح، في كسب ماله كان صالح، في علاقاته مع النساء كان عفيف، في حكمه إذا كان قاضي كان عدل، واسعة جداً. صالح الطالب، صالح والمدرس، صالح والمحامي، صالح والطبيب، صالح والتاجر، صالح والمزارع، صالح. وتعلم علم اليقين وبالفطرة ما إذا كنت صالحاً أو غير صالح. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، قانون من أداة شرط جازمة. أكثر القوانين على شكل صيغة شرط، كمن يجتهد ينجح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بشكل مطلق في أي مكان في أي زمان في أي عصر في أي مصر من آدم إلى يوم القيامة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. آية بشارة لكل شاب مؤمن يكون ما في عنده شيء، لا في بيت ولا في دخل ولا في وظيفة ولا في تجارة، ومتفتح للحياة ما في أمل. كيف الله عز وجل بهيئ له عمل وزوجة وبيت وحياة سعيدة؟ استقامته فقط. مع الله عز وجل لا يفلح الذكي، يفلح المستقيم. والذكي يؤتى من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إله، هذا الوعد فوق المكان والزمان، فوق الظروف. بلاد متخلفة، بلاد متقدمة، بلاد غنية، بلاد فقيرة، ساكن بالريف، ساكن بالمدينة، دخله محدود، دخله غير محدود، موظف، تاجر، ما العلاقة. بأي مكان، بأي زمان، بأي عصر، بأي مصر، بأي ظرف، بأي بيئة، من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بالمقابل ومن أعرض عن ذكري، الصلاة ذكر، أعرض عن الصلاة، القرآن ذكر، أعرض عن القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأقول لكم إذا في بالأرض أو من آدم إلى يوم القيامة إنسان واحد معرض عن ذكر الله وهو سعيد ففي إشكال في هذا الدين، هذا كلام خالق الأكوان. يعني زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية. ومن أعرض عن ذكري، ما صلى، ما ذكر، ما صام، ما حج وهو مستطيع، ما فكر يقرأ قرآن إطلاقاً، متابع المسلسلات والأفلام والسياسة والأخبار فقط والمجلات والإنترنت والفضائيات، قرآن، حديث، سيرة، مثل عليا الصحابة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، متعبة. طيب غني يضيق القلب. دقق، إياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أن الحياة الطيبة تعني الغنى. والله الذي لا إله إلا هو، الكهف الذي كان فيه أصحاب الكهف جنة. أحياناً والله حينما تفقد حريتك لا سمح الله ولا قدر وكنت مع الله، المكان الذي أنت فيه جنة، وبطن الحوت جنة سيدنا يونس، والغار جنة. هي السكينة، يمنحك الله السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سأل بعضهم مفسرا ما بال الأغنياء والملوك؟ المال بين أيديهم كثير ولا في مشكلة بالدخل إطلاقا. قال ضيق القلب، والله في بقلب المؤمن رضا وفي سكينة وفي سعادة وفي أمن وفي تفاؤل وفي سرور، والله لو وزع على أهل بلد لكفروا. أقسم لكم بالله تعد هذه الكلمات المعدودة منهج المؤمن، اجعلها في مكان بارز من بيتي، طبق هذه الحكمة وهذه المقولة وهذا النص واسعد به. أيها الإخوة، يعني حديث لا يزيد عن 4 كلمات، أراه منهجاً عظيماً لكل مؤمن. الحديث: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في أمراض وبيلة، في منحرفون، أنواع المصائب لا تعد ولا تحصى، أنواع مصادر الشر لا تعد ولا تحصى، أنواع المقلقات لا تعد ولا تحصى. النبي ينصحنا ويقول: لا تخف من كل هذا، كل هذا بيد الله، خف من ذنبك. الذنب يستدعي كل هذه الشروط. لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في ظلام، في بطاشون، في وحوش، في حشرات لدغتها قاتلة، أنواع الشر لا تعد ولا تحصى، القوى الشريرة لا تعد ولا تحصى. لا تخاف إلا ذنبك فقط. وإذا جاءت مشكلة لا ترجون إلا ربك. أقسم لكم بالله تعد هذه الكلمات المعدودة منهج المؤمن، اجعلها في مكان بارز من بيتك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. طبق هذه الحكمة وهذه المقولة وهذا النص واسعد به. لا تخف من أي جهة، خف أن تقع في ذنب يستدعي أن يصل إليك المؤذن. يعني بالضبط أنت أمام وحوش، وحوش مخيفة لا ترحم، مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة حكيمة عادلة. علاقتك ليست مع الوحوش، ولكن مع من يملك هذه الوحوش. فإذا أرضيته أبعدها عنك، وإذا أخطأت بحق عباده سمح لواحدة منها أن تصل إليك. الوحوش الطغاة عصي بيد الله، عصي بيد الله. فالذي يضرب بعصاه هل يحقد على العصا أم على الضارب؟ إن حقد على العصا فهو أحمق. هؤلاء يتحركون بأمر الله. لذلك ورد في بعض الآثار: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. علاقتك مع ربك فقط. والشيء الذي يستدعي المصيبة ذنبك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. عند المشكلة تعلق بالله وحده. أنت الشافي يا رب، أنت الناصر، أنت المغني، أنت المعز فقط. وقبل المصيبة خف من ذنبك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه.
والله حينما أقرأ هذه الآية إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أنت حينما تصبر ألا يرى الله أنك صابر؟ ألا يعلم حجم المشكلة التي تعانيها؟ إنا وجدناه صابرا يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يصل الإنسان إلى الجنة دون أن يمتحن، دون أن يمتحن في السراء وفي الضراء. الإمام الشافعي سئل: نسأل الله التمكين أم الابتلاء؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني من سابع المستحيلات أن يصل المسلم إلى الجنة بالرخاء، بالراحة النفسية، بالدخل الكبير، بالمكانة الاجتماعية. لا بد من امتحانات. أنت حينما توطن نفسك أن الحياة فيها إكرام وفيها تأديب وفيها ابتلاء، ثلاث حالات لا بد من أن يمر بها المؤمن: حينما يقصر أو حينما تزل قدمه يمر بحالة تأديب من الله، وحينما يستقيم يمر بحالة ابتلاء. فإذا نجح في امتحان التأديب فتاب إلى الله، وإذا نجح في امتحان الابتلاء فثبت على إيمانه واستقامته يدخل في حالة مريحة، حالة التكريم. فأنت بين التأديب وبين الابتلاء وبين التكريم، وكلما اجتزت المرحلتين الأولى والثانية بسرعة جاءت مرحلة التكريم. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر إذا أصابته مصيبة ماذا يقول؟ يقول: الحمد لله ثلاثا. كلام دقيق: الحمد لله إذ لم تكن في ديني. إنسان يعاقر الخمرة، إنسان سقط في الزنا، إنسان سقط في السرقة، سقط في الرشوة، سقط في أكل المال الحرام. فإذا كانت المصيبة متعلقة بمال أو بصحة ولم تكن في الدين فهذه نعمة كبرى. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، مستقيم لكن دخله قليل، هذه المصيبة ليست في دينه. مستقيم لكن ابنه مريض، هذه المصيبة ليست في دينه. مستقيم لكنه يعاني ما يعاني من زوجه، هذه المصيبة ليست في الدين. الحمد لله إذ لم تكن في دين، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها. أيام حادث يصيب المركبة فقط، أما الأولاد سالمون. لو أن أحد الأولاد فقد أحد أعضائه، الحديد إصلاحه سهل، أما الابن غالي جدا على أبيه. فالحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليك. والله كلام دقيق يحتاجه كل مؤمن. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليك. الله عز وجل في آية قطعية الدلالة يقول: والله يحب الصابرين. أنت حينما تصبر الله يحبك. والله عز وجل يقول: وسنجزي الشاكرين. هذا الذي شكر على المصيبة، إذا أحب الله عبده ابتلاه. ما معنى ابتلاه؟ يعني عنده مشكلة قابلة للشفاء ضمن العناية المشددة. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. شيء دقيق: إذا أحب الله عبده ابتلاه. أب
له ولدان، الأول معه التهاب معدي حاد، والأب طبيب ويعلم أن هذا المرض يشفى شفاء تاما بحمية قاسية على الحليب فقط، يشدد عليه تشديدا لا يتصور أبدا، حليب فقط، في طعام آخر في البيت يحبه الصغير أبدا، لأنه مرض قابل للشفاء. الابن الثاني لا سمح الله ولا قدر معه انتشار ورم خبيث في الأحجام، لو سأل الثاني أباه ماذا أكل يقول له كل ما شئت، ما في أمل، ما في أمل، كل ما شئت. أيهما أفضل أن تخضع لحمية صارمة لكن الشفاء قريب، أم أن تؤتى كل ما تتمنى لكن المرض مستعصم؟ أيها الإخوة الكرام، الآن الحديث الدقيق جداً يقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من وصب وهو المرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. كلام جامع مانع واضح جلي، أية مصيبة تصيب المؤمن من أجل تكفير الخطايا، بل ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم، وما يعفو الله أكثر. لذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبر وادعوا أخاك أن يصبر، اصبر وأعن أخاك على الصبر، اصبر وخفف عن أخيك ما يعانيه، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بل إن الصبر أحد أركان النجاة، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة الكرام، مكان آخر في السرائر هو التوكل. لكن قبل أن أبدأ، أكبر خطأ وقع فيه المسلمون أنهم توكلوا بجوارحهم وأعضائهم، بينما التوكل محله القلب فقط، في الظاهر تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. دقق أيها الأخ الكريم، الطريق الكامل طريق، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. الوادي السحيق الذي عن يمينه: ألا تأخذ بالأسباب، أنت لست مؤمناً إن لم تأخذ بالأسباب، ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. لا تقل توكلت على الله ولم تأخذ بالأسباب، لا تقل وابنك مريض الله هو الشافي، لا تقل قبل أن تسافر الله الحافظ. يجب أن تأخذ بالأسباب، أن تراجع المركبة، أن تعالج ابنك، أن تدرس. هذا الذي لا يأخذ بالأسباب وقع في وادي معصية. وحالة المسلمين اليوم في الأعم الأغلب لا يأخذون بالأسباب، بل يتوهمون أن الله سينصرهم دون أن يأخذوا بالأسباب، وهذا أكبر خطأ يرتكبه المسلمون اليوم، ينتظرون معجزة تنهي أعداءهم. يجب أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وبعدها نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هي بطولة أن تراجع المركبة مراجعة دقيقة جداً،
ثم تتوجه من أعماقك وتقول يا رب أنت الحافظ، أنت الحافظ الذي يحصل، الذي يأخذ بالأسباب. وتوحيده ضعيف يعتمد على الأسباب وينسى الله، وقع في وادي الشرك. والذي لا يأخذ بالأسباب وقع في وادي المعصية. الغرب أخذ بالأسباب وألها واعتمد عليها ونسي الله، والشرق لم يأخذ بها، كلاهما على خطأ كبير. ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الابن مريض، تأخذه إلى أفضل طبيب، تشتري أدق الأدوية، تشرف بنفسك على الدواء، وبعدها تقول يا ربي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. هذا الموقف بالدراسة، بالتجارة، بمعالجة المريض، بتربية الأولاد. أما عامة المسلمين لا يقدمون لله سبباً بل يتواكلون على الله. من أنتم؟ سيدنا عمر رأى أناس يتكففون الناس في الحج، قال نحن المتوكلون، قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. إن الله يلوم على العجز. ما العجز؟ ألا تأخذ بالأسباب، ولكن عليكم بالكيس، خذ السبب. متى تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ إذا غلبك أمره. أخذت بالأسباب يعني طالب ما درس أبداً، فلما رسب قال هكذا ترتيب الله، هكذا مشيئة الله، لم يكتب الله لي النجاح، ماذا أفعل؟ هذا كذب بكذب، بدجل بدجل. خذ الأسباب ثم توكل على رب الأرباب. خذ الأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا الموقف الكامل. أما لو أن هذا الطالب الذي أخذ بالأسباب أصابه مرض قبل الامتحان بيوم، حال بينه وبين أداء الامتحان، هذا إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل نقول صدق. أنا أقول دائماً هناك ما يسمى بجزاء التقصير، هناك ما يسمى بالقضاء والقدر. واحد الطبيب نصحه بأشياء دقيقة جداً لم يأخذ بها، الله الشافي، فإذا أصابه ما توعد به الطبيب، هذا الذي أصابه ليس قضاءً وقدراً بل جزاء التقصير. أما حينما تأخذ بالأسباب وعندئذ